منظري بصفحة المش وعرفت الكايزر والنت والدش. طب إش 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 لك وش لك وش إش 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 لك وش لك وش. يا بهالة ويا أم محمد تعرفوا من إمتى مغنى؟ يا بهالة ويا أم محمد تعرفوا من إمتى مغنى؟ وشارع أحمد عرابي خلوها طبي. منك لله يا ست قطيف، انت اللي نبرت فيها وقلت لي انه مش هيعبرني. اني برضك اللي نبرت لك فيها يا منكوشة يا اللي دماغك محروشة وعمرك ما هتشم ريحه الكوشة. طب تصدقي بالله يا ستي، قالي لولا انني خايفه جابلك في الاخر كان زمان قتلت نفسي من زمان. طول ما انت صاحيه نايمه كده تحلمي بالتنشوال زيرتي العيال بتاعك دي، لا هتحصلي لا دنيا ولا اخر. ما تحل عني بقى يا ستي، هو ليه كنت موتك ونسيتك؟ الله يرحم التاني يا ستي. احنا كنا بنقول ايه يا بنت المسعود؟ اسمعي كلام النسوان اللي في العمارة واركعي لجوزك وحاوطي على اوضتك يا بنت. ما هو بعد التنشوال بتاعك ده ما نفضلك يتساوى بقى صبح بمخند بشباري بكل الرجاله الكسر اللي في الدنيا دولة. ارجعي لجوزك يا بنت. يا بنت بقول لك ارجعي لجوزك يا بنت. ماشي يا ستي، انا هموت لك نفسي دلوقتي اهو اهو. ما ترمي نفسك يا بنت، ارمي نفسك يا ستي شات يا السكة 13. ماشي يا ستي، أنا هنزل لبيومة وعشان تستريحي وتريحي منك. نورتي بيتك ومطرحك يا بنت الناس. بجد يا بيومي؟ امال يعني بهزر؟ يعني خلاص الأوضة دي بقت بيتي؟ ما انت بقيتي مرتي. بس مش لوحدي. انت اللي على الحجر دلوقتي، اللي سابتني وطلعت على السطوح ملهاش بكار معايا واصل. يعني من قلبك يا بابا؟ تحب شجهولك عشان تشوفي بعينيكي؟ لا أنا واثقة فيك ومن الأول مرضيتش أخدك على السكين يا حياتي. على السكين؟ وأنا من الأول عارف إنك حمار وحلاوة. يعني مش هتزهق مني بسرعة؟ إكملي جوازتنا، يعني كانت جوازة صالونات؟ صالونات أنترهات، وأنا كنت خدت عاد من جواز الحب وسنينه. أنا كمان زيك، طول عمري بقول إن الحب بيجي بعد الجواز. المهم يكون في جواز عاد، عاوزين نظبطه. اطمن يا حياتي، أنا الليلة دي هخليك تشوف اللي ما شفتوش طول الشهرين اللي فاتوا مع البنت الفلاحة اللي اسمها منصورة دي، وهخليك ترفع راسك قدام العتايجة والبهايجة والسواعجة والكل كليلة. يلا بقى قوم قوم ادخل الحمام البس البنطكور بتاع ليلة الدخلة، وعبال ما تخلص هكون أنا بقى إيه ظبطت خالص. وانتي ايش دراكي بموضوع البنطكور يا عهد؟ يا حياتي العمارة كلها مالهاش سيرة غير البنطكور بتاع ليلة الدخلة اللي لسه ما جابش نتيجه لحد دلوقتي. واه يبقى بلاش منه واصل، البنطكول الزفت ده ما تجيبليش سيرته من هنا لحد الثانويه بتاعتنا. ما اسمعها الثانويه يا بوبو، اسمها عيد جواز. والله عيد ثانويه اعداديه، خلاص البنطكول ده انا اتشقمت منيه. خلاص سيبك من البنطكور بتاعي، خليك في قميص النوم بتاعي. مالك بتبص لعدة الشاي كده ليه؟ أنا بقول يعني خدها معايا القوانين.
لو مش مطمن لي يا بيبو انا هدخل اغير وخليك انت هنا. هو ده الجواز، هو ده الجواز يا منصوره. وادي البيره كونز. حمام مستعجل قوي يعني تعرف نتيجة؟ ما احنا متفقين ما نشوفش بعض الا في الصباحية. ايه ده؟ منصورة؟ ازيك يا بيومي؟ ايه اللي جابك دلوك؟ دي طريقة برضك تقابلني بيها واني غايبة عن البيت بقالي 10 ايام. نسيتي حاجة وجاية تاخديها؟ نسيتك انت يا بيومي، نسيت انك جوزي وما يصحش ازعلك، واني جايه دلوقتي عشان اقولك ننسى كل اللي فات ونبتدي مع بعض صفحه جديده. صفحه جديده؟ ايوه صفحه جديده ما فيهاش ولا تفتوفه من الصفحه القديمه. طب والبرشام اللي كنت هتنيميني بيه كل ليله؟ اهو فتشني اهو. ما فيش حاجه معايا خالص، ولا دواء كحي ولا حتى برشام. يعني بتحبيني يا بنت؟ والليله دي بالذات حسبت لك انك جوزي وانني مراتك. يلا بقى اجهز بالبنتكول على المخرج من الكمانيه. لا بلاش الكمانيه. بلاش ليه يا بيومي؟ اسمعي يا بنت الناس، اطلع السطوح واسبقيني واني هحصلك دلوك حالا. السطوح تاني؟ تبدأني ما صدقت ان احنا اتصالحنا. اسمع كلامي يا بنت الناس، اسمع كلامي، مش عايزين نبتدي الصفحه الجديده في الاوضه الهم دي. هم ليه بس يا بيومي؟ دي اوضتي برضك. ايه ده يا بوبو، احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ من دي يا بيومي؟ دي 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 الانسه لواحظ. الانسه لواحظ ده يا حبيبتي لغايه دلوقتي بس. لابسه كده ليه ودخلت هنا ازاي؟ ما تفهمها يا بوبو، لحسن دي شكلها عصبيه قوي. يفهمني ايه سبب بتاعك؟ احنا يا حبيبتي اتجوزنا على سنة الله ورسوله. اتجوزتها يا بيومي؟ ايوه يا روحي زي ما اتجوزك بالظبط، بس انتي بقى بقيتي على السطح وانا بقى هنا اللي على الحجر. على الحجر يا بنت الكل. بنت بنت يا منصور، ما تطولي بالك يا بنت. يا بنت افهم يا بنت، يا بنت يا بنت يا بنت الشارع محل الاربع. يا بنت اهدي يا بنت. مش عايزه تموتني في ليله دخنتي يا بنت. كفايه خليها خرجتك يا سنه العرايس. يا لهوي شكلك كده يا بيومي، ما مكتوب لكش تظبيط واصل. يا صح برضه يا جماعه تقطعوا بعض بالشكل ده؟ ايه العماره ما فيهاش رئيس مجلس اداره؟ وانت كنت فين يا سي رئيس مجلس الاداره لما الست منصوره اتهجمت عليا في اوضتي وضربتني؟ انسي دي اوضتها قبل ما تكون اوضتك. ملحوظه هامه، بما اني حرم رئيس مجلس الاداره وكانت اوضه عمها الله يرحمه. بيومي هو بواب العماره، مراته تبقى صاحبه الاوضه. انت اللي عملت كده عشان تمشي منصوره من العماره يا صالح يا منزلاوي. ايوه البنت دي ماسكه البوفيه في شركتك يا صالح بيه. الله ما ترد يا بيومي، قول لهم انك ما تجوزش لواحظ غير بعد ما منصوره مسحت بكرامتك الارض في الحته. كانت غلطه ولازم تتصلح، والحمد لله ان دخلت بيومي على لواحظ لسه ما تمتش. يا سلام، يعني دخلته على منصوره هي اللي تمت؟ يا راجل يا راجل اتقي الله، انت عايز تجوز الناس بمزاجك وانت عايز تطلع الناس بمزاجك؟ ذنبها ايه البت المنكسره دي تكسره بخاطرها في ليله دخلتها؟ ذنبها انها صادت في المايه العكره، اتجوزت بيومي وهي عارفه انه متجوز منصور. هو اللي استنجد بيا وقال لي انه ما شافش منها جواز لحد دلوقتي. اه والشرع بقى مديله الحق يتجوز اربعه. جسر حقه، مصيبه لا تطلع موضه في العماره كلها. والله اللي مش عاجبها بقى تتفضل مع الف سلامه. اه انت بقى طابخ الطبخه دي كلها عشان في الاخر مع الف سلامه. ها ستر يا منصور ما تقولي حاجة. طلقني يا بيومي. ما تتكلم يا بيومي، شو ناوي تعمل ايه؟ هيكون ناوي يعمل ايه يعني؟ هيطلقها انا هيطلقها.
انت اوعى تطلقها بيومي، سيبها هي تطلب الخلع. يعني هي الحكايه طلاق ولا خلع؟ طبعا، ما هم عايزينك تتنازلي عن كل حقوقك. قالي بعد اللي عمله فيا مش طايقه ابص في وشه. انت خيالها بالتلاتة يا بيومي. انت عبيطة يا منصورة، كده تخليهم ينتصروا عليكي وانت تقعي في براثن الهزيمة. ما تسيبها تشتري نفسها يا اخي، وانت ولي امرها. انا بريتك يا بيومي من الحج والمستحج، ومستنياك تجيب المأذون للادي عشان كل حي يروح لحاله. بتزورتي على ايه؟ ربنا يخرب عليكي زي ما خربتي عليك. استني يا منصور. منصوره ماشي يا صالح، يمكن تكون كسبت جوله، انما الحرب لسه ما انتهتش. الف مبروك يا بيومي، هم ونزاح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا حلو تتصل بالمأذون النهارده يجيلك حالا عشان يخلعك منها، بس ده امتى بقى؟ بعد ما تمضي لك ورقه بالتنازل عن كل حقوقها. طب هو المأذون اللي جوزني اللواحظ ينفع يطلقني من منصوره في نفس الليله؟ ايه اللي ينفع؟ طبعا ينفع، ولا تكونش فاكر نفسك لازم تقضي العده. تخيل بقى، انا بفكر اخلي المأذون يعمل لنا خصم، اصل احنا واخدينه جمله اليومين دول. طب ماني بقول يعني نسيبه المأذون النهارده يستريح وبكره يحلها الحلاق. نعم يا روحي، انت هتتصلبط ولا هتتصلبط؟ انت لسه هتتمحك فيها بعد اللي عملته فيك وبعد ما قالت لك مش عايزاه؟ ما تهدي بقى يا لواحظ بالله، وكفايه اللي عملتيه لحد دلوقتي. يلا بيومي، خش اوضتك انت تشطف وتص وشك السمح ده بشويه ميه والبس هدومك. انا عايز المأذون يجي يلاقيك على سنجة عشرة. طب ما تطلع وتسأله منصورة، يمكن تكون رزعت في كلامها ومش ناوية تخلع. لا، أنا مش هرجع في كلامي. ما ينفعش يا منصورة، أنت كده بتخسري كل حاجة. هخسر كل حاجة بس هكسب نفسي. أنت أصلاً إزاي تسيبي واحدة دون زي لواحظ تخطف جوزك منك؟ أنا وبيومي عمرنا ما كنا لبعض. أنا اتجوزته عشان ما أخرجش من العمارة، وهو اتجوزني عشان يلاقي شغلانه ثابته ويترحم من ذل اخوه حماه. انا متاكده ان بيومي بيحبك، بس لازم اني كمان اكون بحبك. هو انت اديتي لنفسك فرصه عشان تحبيه؟ انا ما اتاكدت ان الحب عمره ما بيجي بالفرصه. امال بيجي بايه يا منصور؟ بالتاكسي؟ ما اعرفش بيجي بايه وازاي. المهم انني طول ما اني عايشه هفضل ادور عليه طول عمري. سيبك من الحب دلوقتي، احنا في اوضتك اللي اتاخدت منك وعيشك اللي اتقطع بسكينه حاميه. ربنا هو الرزاق يا ست راوية، جوازتي من بيومي كانت غلط، ومفيش غلط بيعيش. خبر ايه يا بني؟ هو انا يعني مفيش ورايا غيرك في البلد دي ولا ايه؟ تتجوز وتطلق في ليله واحده؟ معلش يا مولانا، اصله ما كانش يعرف انه هيتقفش من دخلته. طيب وانا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه يجيبني من ده شغل لغايه هنا رايح جاي؟ ما تقلقش يا مولانا ما تقلقش، ما هو كله بحسابه، بس انت خلصه بسرعه عشان يلحق دخلته على مراته التانيه. فاكره لما قلت لك جوازتك هتبقى على ايديا؟ وفاكر برضك لما قلت لك ان طلاقي هيبقى على ايديك؟ الشهود يطلعوا البطايق. مالك يا مولانا مستعجل كده ليه؟ طب ده انت لما جيت تجوزهم قعدت ساعتين تقول لهم راجعوا نفسكم راجعوا نفسكم. ما هو لو فعلا راجعوا نفسهم ما كانش زماني بطلقهم دلوقتي. عندك يا مولانا مفيش طلاق غير لما منصوره تدينا ورقه التنازل. يعني هي الدنيا حطير. حطير وحطبيط كمان، ومفيش طلاق من غير التنازل. انا لو منك يا منصوره اخدها عند لا تنازل ولا تطلق. ما عادش يجي منه يكمل بيه. اتفضل يا بيومي ورقتك اهي. هي الورقه كويسه يا بيومي؟ اتأكد انها اتنازلت لك عن كل حاجه. هو في حاجه اصلا عشان تتنازل عنها؟ انا خلاص ما فيهاش عينين ابص وما فيهاش دماغ افكر. خلاص هقراها انا واتاكد. اتاكدت كويس يا صلاح بيه؟ كله تمام. شوف شغلك يا مولانا. استنى يا مولانا، كان في خاتم انت كنت جبته لي يا بيومي في طلعه رجب. انت مجنونه يا منصوره؟ كمان هتديله الخاتم؟ ما عدتش طايقه اي حاجه من ريحته يا ست راوي. اتفضل يا بيومي، مد ايدك خد الخاتم بتاعك يا بيومي.
بيومي انت سامعني؟ ولا يهمك يا صالح بيه، انا هشيلهولك لحد ما يفوق من الازمه. طلع يا مولانا. الحمد لله على السلامة يا سبا، وألف مبروك إنك خلصت منها. شفت بقى ربنا بيحبني قد إيه؟ مش كاتب لي أدخل على درك، كتبك ليا كده خالص مخلص. يعني أنا خصخصتك لنفسي في ليلة دخلتي. أيوه. انسى بقى يا بوب كل اللي فات، تعالي نبتدي مع بعض من جديد. صفحة جديدة أنت كمان؟ أنا الصفحة الأولى والأخيرة، أنا بقى يا حياتي الكشكول كله، واللي فات ده كله كأنه ما حصلش، وأنا وأنت هنمسحه بأستيكة. يا بوبو ما انت كنت ماشي كويس. لا يعني يظهر ان بوبو يعني جتت وهمدانة شوي. لا 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 لا، الليلة دي ما ينفعش معاها همدان، ولا انت عايز الاشاعة تثبت عليك يا حياتي؟ طب اقول لك، خش انت الكابانيه الاول، غيري هدمتك بدل تقطع الدقايق، وانا هستناكي هنا. خمس دقايق، ولا اقول لك بلاش خمسة، ثلاث دقايق هغير واجي لك يا بوبو. أمري لله، مكتوب عليا غير طقمين نوم في ليلة واحدة. شايك يا بنت الناس. شاي إيه يا بوبو؟ هو ده وقت شاي؟ لا ده شاي الليل وآخره، ده اللي بيظبط المسائل. طب وأنت فين شاي؟ لا أنا عم أضرب ومعسل. أه يا معسل أنت يا معسل، عايز تشربني حاجة أصفرة في ليلة دخلتي يا بوبو؟ ده أنت فقيقة فقاقة. اتفضل يا عم الشقاوة. لا لازم تشربيها الاخر تفتوفة. تفتوفة؟ اه لازم لازم، دي وصفة متجربة. بس انا اول مرة اسمع عن وصفة التفتوفة دي. ده انت هتشوفي مع بيومي هتشوفي العجب. اشرب. اتفضل يا سيدي على اخر تفتوفة. ها انت زينة لاحظ؟ زينة قوي يا اخوي، ومفيش ازين من كده في الدنيا. عجيبة الحكاية دي. وايه العجيب فيها؟ يلا بقى يا بوبو، هضيعنا وقت كتير قوي. ها؟ 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 اه؟ بالشفا ان شاء الله. المسألة ديت من المسائل المهمة اللي بتيجي كل سنة في الامتحان. يا كل المسائل بتيجي في الامتحان؟ اه كل المسائل بتيجي في الامتحان. ما انا عايزهم يجيبوا لك ايه في الامتحان؟ خش عليك وبطل الامارة، تحل وانت ساكت. الشمس هتاكل دماغنا. ما هتعملي ايه ما تخش النار؟ واحنا هنيجي هنا كل سبت بالنهار. اه هنيجي هنا كل سبت بالنهار عشان وزاره التربيه والتعليم اديتكم السبت بالنهار اجازه. عملوا اجازه مش تسريح نافوخ. يا سلام، مش تسريح نافوخ، ماشي يا خفيف. طب ما تلموا من بعض بقى كده وتشتروا شماسي على الاقل نستفيد بيها بعد ما تروحوا. فتح حبيبي رنده المنطقه التعليميه، مش عايز صوت، مش عايز نفس لغايه ما اخلص المكالمه. حلو وانتوا ساكتين، خلي بالكم الوقت ده مخصوم منكم. مخصوم مننا ليه؟ هي المكالمه لينا ولا لحضرتك؟ بقول لك بكلم المنطقه التعليميه يعني علشانكم. الو؟ عارف عباشا، مبروك على ايه سعادتك؟ يا فندم يا فندم، انا كده اتدمرت، انا كده خلص مستقبلي، ضاع انتهى. يا فندم بقول لسعادتك انا ما اقدرش، انا قلت لك قبل كده سعادتك ان انا لو خرجت من المدرسه كاني سمكه بتخرج من الميه اموت. يا فندم انا يا فندم انا يا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم.
خلاص يا اولاد كل شيء انتهى. يا استاذ لغوا الامتحان السنه دي؟ انا اللي اتلغيت، رقوني ونقلوني المنطقه التعليميه، يعني خلاص بقى ممنوع عليا اد دروس خصوصيه. تبقى النهارده اخر حصه. امال فرحان قوي كده النهارده اخر حصه؟ احنا خايفين عليك يا استاذ، لحسن نقفشك وانت بدنا حصه. يقفشوني؟ شوف يا اولاد احنا فاضل لنا 37 حصه وينتهي المنهج، ممكن لو شدينا حيلنا شويه نفنشهم سوا على بكره بالليل. انا سمعت باللي حصل امبارح علشان كده جيت لك. فرايكم مشكور ونشتركم بالاحزان. مين بس اللي قالك اني جايه اهزيكي؟ امال يعني جايه تباركيلي؟ انا جايه اطمن عليك. انا مش عارفه بس انت هتقعدي ازاي في الاوضه دي؟ بكره انضفها واخليها فل. لعلمك بقى انت ما شفتيش اوضه البوابه دي اول ما استلمتيها، طب دي كانت جايفه ومجرحه. وعليكي من ده بايه؟ يا بنت يا بنت ده انت عندك صوت تحفه وعليكي جسم يجنن. ايه ده؟ انت هتعملي لي فيها الست تحيه كاريوكي في حبيبي الاسمر؟ انا هاخدك معايا في الكورال. الكولار ده؟ دول يا ستي البنات اللي بيغنوا ورايا في الفرقه بتاعتي. هو انا اقل من هيفا ولا نانسي ولا صنافور المحطه دي اللي اسمها اليسا؟ لا طب اني هغني وراك انت يا ست كوبلم في الفرقه، ويمكن كمان تطلعي معايا في الكليبات. لا شرفي كل الكليبات دول بيجلها مالت يختي على الاخر. يا بنت ما تضيعيش الفرصه من ايديكي. طب وانت والنبي عندك ايه تبكي عليه بعد ما الكلب اللي اسمه بيومي ده اتجوز عليكي؟ بس اني من الاخر كده عارفه ان فلوسكم حرام. حرام؟ حرام ليه بقى ان شاء الله؟ كنا بنسرقها ولا بنزورها؟ لا يا حبيبتي احنا بنكسب فلوسنا من عرق جبيننا. يعني مش عارفه اقول لك ايه بقى من الاخر. لو مستحرمه فلوس النقطه خليكي في المرتب الاساسي بتاع الكباب. ايه ده؟ يعني تقسموا عليكم انتوا الكتاكيت واطلع علي من المولد بلا حمص؟ اشتغلي معايا في الكباريه وانا اكلك بدل الحمص فستق مقشر. يعني مش عارفه يا جماعه. اسمعي بس، ده احنا عندنا الشهر الجاي تلات سفريات، السفريه الواحده فيهم تكون مستقبل حي بحاله. طب بقول لك ايه؟ السفريات دول فيهم كتاكيت؟ كتاكيت؟ ده احنا هنقبض باليورو وبالدولار، ده احنا هنقعد في قصور الاوضه في القصر الواحد قد العتبه الحمراء دي كلها باللي فيها. شاوري عقلك وردي عليا الليله دي. يا منصوره انت اتظلمتي كتير وجا الوقت بقى اللي تبي فيه على وش الدنيا وتطلعي لها لسانك كمان. مش عارف يعني في نائب مستقل اخ حسين. انا كنت متاكد ان الجلسه هتفوتك عشان كده كلفت اكرم يسجلها لنا نشوفها سوا. قد كده يا كموله كنت حابب ان انا اشوفك وانت في المجلس. وانا عندي اغلى منك مين يشوف معايا الجلسه؟ عايزك بس تركزي عشان الجلسه دي كانت سخنه قوي. انت قلت فيها حاجه يا حبيبي؟ لا الحقيقه بس الدور عليا هتكلم في الجلسه الجايه. ركزي بقى وشوفي عشان الكاميرا هتلطش معايا في التوتاله. انت كمان عرفت التوتاله؟ لا الحقيقه ما خدش بالي، بس التلفزيون عندنا موجود في المجلس يوميا. ايه ده؟ انت كنت نايم ولا ايه؟ لا يا شيخ، ده الكاميرا وهي بتلطشني كانت عيني مطروفه. الف الف مبروك يا حبيبي. مبروك على ايه؟ على عيني اللي اتطرفت؟ لا مبروك على اول جلسه ليك في المجلس. بس انا الحقيقه ليه عندك طلب صغنون؟ ده انتي تؤمري. بص بقى الملف ده فيه كل الاوراق الخاصه بتراخيص القريه السياحيه اللي ببنيها في العين السخنه. الف الف مبروك. مبروك ايه بس يا بيبي؟ ده انا بقالي ست اشهر بلف كعب دايره على كل المصالح الحكوميه لسه لغايه دلوقتي محلك سر. طيب ناويه تعملي ايه يعني؟ مش انا اللي هعمل يا بيبي، انت اللي هتعمل. بقى معقول ابقى مخطوبه لعضو في مجلس الشعب وما يخلصليش الورق بتاعي؟ لا اعتبريه خلص خلاص. معقول يا بيبي؟ طبعا يا سهام معقوله. الله، ده احنا الوزراء كل يوم بيجوا عندنا المجلس
ويتمنوا مننا الرضا بس. هتحتاجي توقيع وزير ايه؟ هما 5 6 وزراء بس. ايه ده؟ ده انت عايزه توقيع الحكومه كلها؟ كتير عليا يا بيبي. لا كتير عليا انا، بس اعتبريهم اتمضوا بعون الله. انا انتهيت يا اخوانا، انتهيت. تقدروا تعملوا لي شهادين قدام العمارة وتاخدوا فيا العزا 3 ايام بلاقيهم. الشهادة ده هتكلف كام حصة يعني؟ حصة؟ وعاد في حصص مقراص. بقولك انا انتهيت يا مرقولي. ما تعملش في نفسك كده يا استاذ فينتو، يعني ما انتش اول ولا اخر واحد يترقى. ترقى؟ ترقيه بنقل يا شبار، بنقل. ترقيه بنقل يعني ما فيش دروس خصوصيه، وانا عايش اساسا على الدروس الخصوصيه. انا كنت منطقها على رجليا كده زي ما بتركب النطه الكوره يا اخوانا. يا سيدي اعتبر نفسك جالك رباط صليبي وهتضطر تعلن اعتزال. الله يفتح عليك. ايه رايك يا اخوانا ما تعملوا لي كده زي ماتش اعتزال كده، يعني اعتزال مدرس يعني، وتلموا كل الطلبه اللي انا اديتهم دروس طول حياتي، يعني كل واحد فيهم يتبرع حتى ولو بحصه مستعجله. الحاج ده عايز ياخد مكافاه نهايه الحصه. هو احنا عارفين نشحت على نفسنا عشان نشحت عليه؟ وبعدين يعني يا استاذ انت عايز فلوس في ايه؟ انت لا مؤاخذه لا عندك عيل ولا تيه، وال20 سنه دروس خصوصيه اللي فاتوا يعيشوك ملك زمانك بقيه عمرك. انت موهوب يا شباره. اخبيش عليك يا اخوانا، انا حطيت كل فلوسي في مشروع لازم يكمل. مشروع ايه؟ مركز تجاري؟ لا، مركز دروس خصوصيه. بنيت عماره 3 ادوار فيها 28 فصل بيشتغلوا 18 ساعة في اليوم دروس خصوصية. يا جوة الله، دي مدرسة من بابها. بتقفل بابها، أنا كنت ناوي أشطبها بالفلوس اللي هي هتجيلي من دروس خصوصية. جت الترقية فجأة، لا دروس ولا فلوس. وأنت موطي صوتك ليه؟ طب اسمع يا مرخوليا، أنا مش جايب ست المركز ده، دي جنس مخلوق. أرجوك أنت ما حتى الست شكرية مراتك. بكرة ما تتجوز يا شبارة هتعرف إن الإنسان بيتجوز إنسان آدمي. بيتجوز عشان يخبي كل اسرار عمراته. اسمع، مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر ينقذك من المشكله اللي انت فيها دي. انقذك ازاي يا استاذ حام؟ تأشيرة بسيطة من سيادة الوزير تلغي النقل، وانا يا سيدي مستغنى عن الترقية. هو انا دخلت مجلس الشعب ده عشان اخد تأشيرات الوزراء ولا عشان احاسبهم واستجوبهم؟ لو انت ما لقيتش انا غير الوزير بتاعك اللي عايز تستجوبه. يا استاذ حامد، شايف الملفات دي كلها؟ دول من جيراننا ومعارفنا، وكلهم زي حالاتك عايزين تأشيرة، وفي منهم الطماع اللي عايز تأشيرتين في وقت واحد. لا تأشيرتين ايه؟ ده انا عشان تأشيرة واحدة مستعد ان انا ادي دروس خصوصية لحفيدك لغاية ما يخش الجامعة مجانا. وهتقول لهم رافض النقل ليه؟ عشان تتفرغ للدروس الخصوصية؟ لا طبعا، انا كاتب في الملف الاسباب صحية. طيب اتفضل، ادي الملف ده للسكرتيرة وخليها تدي لك رقم. رقم؟ هي حصلت رقم؟ ما انت شايف الملفات قد ايه؟ انت ما تعرفش دوري هيبقى امتى؟ ادعي بس تلحق الدورة البرلمانية اللي احنا فيها. منصور شباري، انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ انت رايح فين دلوقتي؟ وانت مالك؟ انت هتحجج معايا؟ انا عارف انت رايح على سوسو كبالي. مش معنى يعني سوسو كوبلي عشان تشتغلي معاها في الكباريه زي ما طلبت منك. ايه ده؟ وانت ايش دراك انت بحوار الكباريه؟ مفيش حاجه تخفى عني في العماره دي. منسي قال لحامد، وحامد قال لصبحي، وصبحي قال لي. انا حاسه بصراصير في دماغي، يعني ليه كده اتفضحت من قبل ما عدت باب الكباريه؟ شوفي بقى لو عتبتيه هيحصل لك ايه؟ يعني انا بعد ما الدنيا شالت وحطت عليا مش من حقي اخد فرصه واعيش عشت البني ادمين؟ هو يعني مفيش بني ادمين غير في الكباريهات؟ يا شباري ده انا كنت هشغلك معايا وانت كمان هتجب على وش الدنيا. وهتشغليني معاك ايه؟ طبال ولا صبي عالم؟ يا ولا انت ما شفتش الاستاذ احمد زكي ومدام نبيل عبيد في الراقصه والطبال؟ لا يظهر كده مالكش في الطيب نصيب. اسمعي، مش هتخش الكباريه غير على جثتي. جد كده خايف عليا يا شباري؟ وانا يعني لو مش هخاف عليك يعني هخاف على ايه؟ بقول لك ايه؟ ما عندناش بنات تشتغل في كباريهات. اطم، انا مش رايحه لصوصو دلوقتي. ما رايحه فين؟ بص عليا من فوق وانت تعرف.
بتعملي ايه يا دلعتي؟ بحل الكلمات المتقطعه. اقفي عوض واتكلمي عادل يا بنت. بتعمل مع بيتك يا سوسه الكلب. جرايب انت ما كفتكيش العرجه بتاعت ليله الدخله، جايه تحبسي بعرجه ليله الصباحيه ولا يكونش لغايه دلوقتي ما فيش لا دخله ولا صباحيه؟ اخرسي قطع لسانك يا بابو. بيومي تعال الحقني يا بابو. بابو يا اختي اتحامي في حاجه عدله، مش في شربت الخرج ده؟ خبر ايه يا لاحظ؟ يا ستسيت امنا. تعال شوف الفوطة الزفرة دي، عايز تفتح العربيات بدلنا. فوطة زفرة يا خشة معصورة يا سلكة شايطة يا فيشة ضربة يا ماركة مضروبة يا كرومبة معطوبة يا سوستة الكلب. ايه يا منصورة؟ أول مرة أسمع منك الوصلة دي. الحجني يا كامل بقى، الست سوستة على ما تفرج دي، مش عاجبها أنني بنضف العربيات. وتنضفيها بمناسبة ايه يا حبيبتي؟ انت لسه عايشة دور الجهة البواب؟ لا لا يا لواحظ، انا اللي قايل لها تنظفها كل يوم. ليه بس يا كامل بيه؟ هو انا نظفتي مع شباكش؟ انت بتعرف تنظف اصلا يا راجل؟ السكان كلهم بيبلغوكم مالكمش دعوه بالعربيات بتاعتهم، لانهم اتفقوا بالشهر مع منصوره. بشوش عليهم يا استاذ مرسي، قول لهم واحده واحده لحسن يصرصروا في دماغهم. طب بقول لك ايه، بعد كمان ما تنظفي العربيات عايزك تطلعي على بير السلم دور دور تغير اللمض المحروقه، وعايزك كمان تصلحي اوكر الشبابيك البايظه. خبر ايه يا استاذ مرسي؟ ولما هي اللي هتغسل العربيات وتسيج السلم وتركب اللولب وتصلح الشبابيك، هنعمل ايه احنا ايه عاد؟ انت تراقبها عشان تتعلم. اتفضلي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي استريحي. شكلك كده اكيد زعلانه من حاجه. يا اخي حرام عليك، بقالك 3 ساعات بتلفني في الشوارع، وفي الاخر اول ما اطلع الشقه ما لقيتش كرسي اقعد عليه. اعمل ايه بقى؟ انا الشارع كنت عارف كويس، العماره هي اللي كنت بتخبط فيها. والله ده انت دخلتني قبل منه 12 شارع. بس الحمد لله وصلت قليله العماره قليله الشقه، صح؟ اوعى تتكلم. قولي لي بقى ايه رايك في الشقه؟ مش قادره اقوم اتفرج عليها. لا خليك انت مستريحه وانا هقوم اتفرج عليها وارجع احكي لك. انت تحكي لي عليه؟ انت كمان مش عارفها؟ لا انا عارفها، هي تلات اوض وخمس دورات ميه ودوره ميه غير الصاله دي. كويس، يعني ممكن نعمل اوضه مكتب واوضه للكشف والاوضه الثالثه نفتحها على الصاله كده عشان تكفي الزباين. لا انا ليا راي تاني، احنا نعمل اوضه نوم واوضه سفره واوضه صالون عشان الضيوف. نوم وسفره في العياده؟ لا هو انا قلت لك ان انا هعمل الشقه دي عياده؟ نعم. هي دي كمان نسيتها؟ انت مش جاي منين عشان اعمل لك ديكوراتها؟ لا انا ما نسيتش، انا بس نسيت اقول لك ان انا غيرت رايي. يعني ايه؟ لو تاجرها ما فيهوش؟ لا ناوي اعملها عش للزوجيه. انت هتتجوز؟ اخيرا لقيت العروسه اللي كنت بحلم بيها. يا عم انا كده طارت مني الشغلانه. ليه؟ انت ممكن برضه تعملي ديكورات عش للزوجيه. طب مش جاي ذوقي ما يعجبش ذوق العروسه؟ بالعكس، أنا متأكد إن ذوقك هيبقى هو نفس ذوق العروسة. طب ما جبتهاش معانا ليه؟ عشان تتفرج معانا على الشقة. بصراحة أنا لغاية دلوقتي ما فتحتهاش في موضوع الجواز. طب هتفتحها إمتى؟ خايف أفتحها ترفض لي تبقى صدمة عمري. لا اتشكل كده وفتحها ما تخافش. تفتكري هتوافق بيا؟ وما توافقش ليه؟ حتى اليومين دول في أزمة في الرجالة. يعني إيه؟ هتاخدي فكة أزمة؟ أنت صحيح على طول كده مدهول وناسي، محتاج تتفرمط كده من أول وجديد. برضه طيب ابن حلال وألف واحدة عبيطة تتمناك. ألف واحدة عبيطة؟ يعني أقدر أتشجع وأقول اللي في قلبي. كل ده لسه ما اتشجعتش؟ لا لا هتشجع وهقول لك كل حاجة. يا ترى تقبلي تتجوزيني يا أنسة فضيلة؟ فضيلة في عينك بعد كل ده ولسه بتسألني؟ طب والله العظيم أنا متجوزاك. الله يخليك يا سمية. يا دليلة يا اسمعي يا نبيلة نبيلة نبيلة. شباره اصحى شباره، قوم يا شباره. مسؤول بنانا مات ولا ايه؟ بنانا مين ده؟ حلم. على فكره بقى انا طهقت منك ومن خالك حسونه ده من ساعه ما موبايلك باظ واديته نمرتي وهو عريني رنان. ما تردش عليه. ما انا ما ردتش بس قاعد يرن كتير لغايه ما فجاه فتحت عليه. يعني الخط دلوقتي مفتوح؟ ايوه، علشان رصيده يخلص ويبطل يتصل بيا يطلعني. اخر حسونه
انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ الساعه 2 الضوء. بتقول ايه؟ شهاده الاستثمار اللي جبتها لي من 20 سنه كسبت 10,000 جنيه؟ مبروك يا سباره. بالنص بقى. سباره في ايه يا سباره؟ اقفل دلوقتي يا عم حسونه. لا 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 اطمن سباره، اصله باين وقت من فرحه. فرحه ايه؟ فرحه ايه؟ يا ابني انت لسه كسبان دلوقتي 10,000 جنيه. الشهاده اديتها بايدي للدكتور صهيب. استدعاء بقى ده كبير ايه؟ هتتفرج عليها وبعون الله هتدعيلي. على الله بس ما تكونش زي الاستدعاء اللي فاتت بتاع تقاليد الجواز في جنوب افريقيا. تقاليد الجواز في جنوب افريقيا؟ يا ده احنا قاعدين في حصه لغه عربيه يالا. يا اكبر اقول لك دي اخر صيحه وارده من اليو اس ايه. انا مش عارف بس هو راح فين. هو ايه يا كبير؟ قرش الحشيش يا عم اللي جبناه الجمعه اللي فاتت من حمام عنتر. الله يخرب بيتك خرب بيت سنينك، ما حال انا كنت بقى بتتعاطى اللي انا بتعاطاه. يا ابني ما احنا لسه ياض مفورين والسبت اللي فات. الله يخرب بيتك. كده بقى يا معلم يبقى ما فيش معانا تموين خالص. كده يا معلم يبقى انت قلت في مزاجي بقى كده، عشان انا كل ما اجي لك بتقل في مزاجي. ايه مزاجك ايه يا ابني؟ انت مش مكفيك اللي قدامك ده كله. قدامي مين يا عم؟ هو ده مزاجي؟ ده يا دوبك شق طريق يعني فتح شهيه. فتح شهيه؟ طب يا اخويا ايه ب20 كده؟ هكمل عليها من اللي معايا، اجيب اي حاجه نستقضى بيها للصبح. خد انت ورثني النهارده 20 جنيه. متأخرش عليا بخاف من الضلمه. ماشي بقول لك ايه، ما تتفرجش على الفيلم غير لما اجي. على عيني هسيفهولك يا عم وهنعيده تاني. هنعيده تاني. انا ورثته يا جدعان، هو في نسوان كده في الدنيا؟ على عيني يا طمور، بس انت جايني وانا مكشفر. لا ما اشفر ايه يا معلم حمام، دور كده ودعبس، ده جيب السبع ما يخلاش برضه. والله والله وانا ليك عليها حلفان. اخر تنايا خدها صاحب نصيبها ما فيش من ربع ساعه. يعني ايه؟ انا هرجع البيت كده ايد ورا وايد قدام. بقول لك ايه، عدي عليا بكره، جاياني بضاعه لكن ايه على مزاجك يا معلم حمام. انا لسه قاعد على لحم دماغي كده لغايه بكره. تمور انت صعبت عليا. اه والله يا معلم حمام، ده انا حالتي تصعب على الكافر. طب اقول لك ايه؟ سجلت المسجلات، هبعت اجيب لك حته خارج بيت سكنت هم. يعني ايه خارج بيت دي؟ واحد صاحبنا كان الدخول طول ليلاتي واخد مني 8، هبعت اجيبها لك تصرف بيها نفسك. وانا بقى ابقى ادوره على حته تانيه، بس على الله الحق قبل الدخله. إيه مش بقول لك صعبت عليا يا تمور. انا وراك يا جدعان، يعني ما نطش من الكيبورد ده؟ راح طلع لكم كده من الشاشه. تامر تامر قطع السانسير واسنانه يمشي محطه ويقف محطه تاني. انا عارفه بس العماره دي كانت من غيرها تعمل ايه. بتعمل ايه يا بيومي؟ ايه يا بيت، وانا ما سيبتيش نايمه في سبع نومه؟ اديني صحيت وطبطك متلبس. لبس ايه يا بيت؟ مش الاستاذ كامل قال اتفرج عشان تتعلم؟ وتتفرج لوحدك يا بوبو؟ يا بت انا البواب، يعني لازم نتعلم منيها. جدك واكسي قال علم في المتبلم ولا يتعلم. عجبك كده؟ اهي سمعتنا. يلا من هنا يلا. الهي ما توعي تصلحيه. هصلحه غصب عنك يا سوستي الكلب. انت مين؟